أعلنت وزارة الصحة شفاء 727 حالة من مرض كوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 52247 حالة. هذا وسجلت الوزارة 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 61872 حالة. كما تم إعلان 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض. في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة أنها تقدم فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 PCR إلى في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وذلك مجانا للمواطنين والمقيمين وفق اشتراطات صحية محددة.